السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في لعبة آنو 1800. هذه الحلقة المنتظرة اللي من جد يعني بإذن الله اليوم ما أختمها إلا وأنا ماسح العجيز هذه نهائيا. طبعا اللي تابع معي هذه السلسلة أو حتى شاف حلقة واحدة بيشوفني في كل حلقة لازم أعاني منها، نشبت لي يا جماعة، والله نشبت لي. فبنيت لي الحين تقريبا 10 أو 15 سفينة حربية، واريد اوصلهم 20 ان شاء الله في هذه الحلقه قبل لا ابدا الهجوم عليها. طبعا في الحلقه الماضيه او اللي قبل الماضيه ابتديت الحرب معاها، او هي اللي اعلنت علي الحرب في العالم الجديد، رحت مسحتها من العالم الجديد كامل، فلذلك الغذاء او المزارع اللي تنزرع في العالم الجديد وتجيب الاكل للانجينير في العالم القديم راحت عليها، فهذه تقريبا نص ميزانيتها بتضيع. هذا أول شيء ابتديت فيه الحرب معها. الشيء الثاني انتقلت للعالم القديم الحلقة الماضية اللي هي أمس، ومسحت نص جزرها في العالم القديم، ولكن المقر الرئيسي حقها ملغم يا جماعة، وأنا متأكد أقل من 20 سفينة صدقوني ما راح أقدر أحتلها، فلذلك لازم أني أصبر شوي وأكمل العشرين سفينة. في خطة عندي أني أرسل سفن صغيرة كذا في البداية بحيث أنها ترسل تطرق المدافع عليها في البداية، وبعدين أدخل السفن الحربية حقي تكون معي 15 ثانية تقريبا لما تنشحن المدافع حقها. خلنا نعطيهم كلهم، كل السفن حقنا نعطيها رقم واحد، نعطيها رقم واحد مع هذه بعد واحد فريقيت عندي اللي هو الأضعف شوية، ونرسلها بحيث انها توقف هنا مثل ما تشوفون باقي ثلاث جزر معاها، راح نرسلهم مثلا يوقفون هنا ناشبين لها بحيث انها ما تتجاوز هذا الخط وما تحاول تحتل اي جزيرة. طبعا الجزر كلها محتلة ما عدا هذه، هذه ما تعتبر جزيرة وهذه ما تعتبر جزيرة ولا هذا لا. حلو، يعني عندها هذه وهذه بس، انا ليه ما اروح احتلها السريع ذا الحين. الكليبر هنا خذوا لكم حديد، خذوا لكم 10 حديد و50 تمبر، ايوه روح احتلي لي هذه. والكليبر الثانيه ناخذ لنا 50 تمبر و10، هذا اللي نحتاجه عشان نحتل جزيره جديده بس عشان نكون البيس. احتل هنا كذا راح نحشرها بقبتي، اسمه بقبتي. البقبتي هذا، البقبتي هذا الاثنين حاطه منه اثنين هنا، ثلاثة والله زادت واحد ديم يا عيال، والله 20 سفينة ما اتوقع. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة، سبع مدافع، هذا مدافع خطيرة اقسم بالله. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، خمس رشاشات، سبع مدافع وخمس رشاشات وثلاث بقبتي، ليكون في رابع هنا، لا ثلاث. اتجاه الرياح تقريبا كذا كان، فلذلك بوقف هنا بحيث انطلاقتي تكون سريعة ندخل في الرينج حق المدافع هذا. المدافع هذه مثل ما تشوفون الرينج حقها يا رجال لما هنا، شوف هذه تهجم علي وين؟ تبغى تحتل في العالم الجديد، تبغى ترجع في العالم الجديد. خلنا نركز في عالم واحد، صعب اني اركز في عالمين في نفس الوقت. خلنا نشوف سفني وين وصلت، سفنها وين وصلت؟ سفنها هنا ما تجاوزت المكان هذا، ما في لها جزر هنا بس يمكنها تحاول تفجر. خلنا نشوف الايتمات، كويس اني ذكرت الايتمات. الايتمات ان شاء الله نحصل شيء ايتمات عنده. ميليتري شيب، ايوه بايرت مود. البايرت مود هذا يا جماعة الخير فنان، هذا فائدته اذا كنت مثلا مش معلن الحرب. العجيز هذا ما اقدر استخدمها لان معلن الحرب، لكن اذا كان واحد مثلا ما بينك وبينه حرب ودك تخفف من السفن حقه، بتروح تحط الايتم هذا في السفينه. ايش يسوي؟ يرفعون الاشرعه حق القراصنه ويصيرون يدمجون السفن اللي ضدك او حليفك خويك، يعني يفجرون سفنه وهو ما يعرف، يشوفها قرصان. ف والله حسب الملتي بلاير هذه بتكون خرافيه، ان شاء الله نجرب لنا ملتي بلاير بعدين نشوفها. او حتى هذا الوسخ هذا اللي ما يبغى يتحالف معاي ممكن نسوي فيه الحركة بعدين. 8 9 هذه لا تحسبها، 10 11 12 13 14 15 16 17 18 سفينة
وخمسة في الطريق يعني 23. بعدين بيني بينكم يعني والله الجزيرة هذه خرافية. شوف باني حق الأويل هذا لسه ما وصلته. شوف في قطار في المدينة ايش تقول، وفي سيارات في شغلات لسه ما وصلت لها. هذه متعدتني بمراحل. شوف البيوت حقها، هذا المقر الرئاسي حقها. شوف شوف انا مش حاط لي شيء. تشوفون هذا يا جماعة الخير، هذا هو اللي بيفوزنا في المعركة. هذا اللي بيفوزنا في المعركة، هذا هو المدفع الصغير، هذا الشنب كذا مدفعين مدري كيف، هذا هو اللي بيفوزنا يا جماعة الخير. طبعا هو حاليا متجه الى اخوياه الستة، هذا اللي قدامنا. ارحبوا ارحبوا، شوفوا مبين والله قلت لكم مبين. استلموا لي هذا، شوف 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 يا جماعة الخير، كل واحد يطلق طلقتين. تحسها تفلة كذا الليل سالف 4000. هذا يا جماعة هم فريق التضحية، ثلاثة ثلاثة ستة ستة منهم. هنا الفليت الكامل، شوفوا كيف يزبنون الأشرعة يلفونها. أنا مسرع الوقت عشان حتى لو تلاحظون يا جماعة الأشرعة يوم يوقفون يعني أول ما أطلب منهم يتحركون. شوفوا كيف راح تنزل الأشرعة كلام. ولو لاحظتوا قبل شوي يعني الأشرعة حتى تلف كذا باتجاه اليمين باتجاه الرياح، مش لازم تشوف الأسهم، تقدر تشوف الأشرعة كيف. فلذلك الهجوم صعب يكون من هنا، لازم نلف لفة كاملة وأهجم من الجهة هذيك. بس هو ما يعتمد على هذا الشيء، هو يعتمد على المدافع حقها. اي والله المدافع اقرب لهذه الجهة، المدافع حقها اقرب لهذه الجهة، فلذلك باخذ لي لفة. طبعا بندمر لنا كم شغلة من هنا، بنحارشها من وراء. في مدفعين هنا وراء. يباني ادفع 110,000 عشان لا يعلن علي الحرب، يستهبل هذا والله. شكله يبيني يشعللها، مرفض. استهبل 110 وتجاوزناها يا جماعة الخير 395. يا ليل، هذه من وين نطلع السفن؟ جت احتلت الجزيرة هذه. ايوه تعال نهجم من وراء. شوف الرياح انقلبت صارت معاي. ابو الاستهبال يا شيخ. لا 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 لا, لا, لا. ايوه كذا اسحبكم سحب انا. كويس اني جيت من ورا سحبت البتل كروز حقها. كفو 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 عليكم، اقول لكم هذول اللي بيفوزوني بالحرب. والله تقول هذه اللعبة الصغيرة اللي يسوونها الاطفال ويلعبون فيها في يدفونها. يقول لي كمل الحصار يا حبيبي، بنحتلها ان شاء الله. اصبر كم معطيني؟ معطيني دقيقتين وعشرين ثانية. فريق التضحية جاهز. دقيقة، الرينج اطول رينج يوصل لهنا. انت بديت الحرب وانا انهيها. قلت لكم يا جماعة شوفوا فرق القوة بيني وبينها. كنكور ايلاند يا وين اللي كان هنا؟
يا الله يا جماعة نكملها كذا وإحنا مدمجين، أخربها لأن أقدر أبيعهم لو صلحتهم بعدين وزادوا. دقيقة، هذه يبالها لحظة تفكير صراحة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 باقي يا رجال، ادعس فيهم هم مدمجين، واللي أخسره أخسره. ها شوف، يعني كويس إن أقدر أوقف الوقت والكاميرا تتحرك. يا رجال هذا إيزي بيزي، هذا اعتبره دن. باقي هذا وهذا، وهذه جديدة. يا رجال روح ادعس ادعس ادعس، والله ما انا مطول السالفة، اروح اهيلهم وارجع. يا رجال فريق التضحية وينه؟ ولا واحد بقى فيهم. لا، في سفن، في سفن والله واقفة هنا. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب تعالوا 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 هنا سريع، بنتظرهم السفن الجديدة. أقل شيء ننتظر السفن الجديدة صراحة. رجال والله ما فيني صبر، بس المشكلة وهم مدمجين شوف كيف يمشون. هو اتجاه الرياح كذا، فلذلك نيجي من هذه الزاوية. ايش يريد هذا؟ ننا قرشن باكت 18 ألف. أخي مسكين هذا، والله مسكين يا أخي. أنا أدفع ولا أنت مفروض تدفع لي؟ يستهبل هذا؟ بالله يا جماعة الخير، يباني أدفع له 18 ألف عشان هدنة. طيب أنت مين؟ أوه كوننا جيش 90 والله وصل. هذا يخرب بيته 300، هذا ألعم من العجوز طلع مو مبين. يا رجال شيل 18 ألف، ضبطك يا حريف عشان لا ينشبنا بعدين يوم نحارب الخال، ونخلي آخر هدف المسكين هذاك. نتأكد سفننا كلها جاهزة، كلها جاهزة، كلها زد زد زد، يعني نايمين، يعني مش شغالين، في وضع خمول، فلذلك حلوة يعني نايمين. فلذلك نتأكد ان ما حد يعني يوم نرسلهم، شوفوا مثلا يجيهم علامة ال شيب اندر اتاك. خلنا نسرع الوقت. يا ساتر والله العظيم جيشي خطير يا جماعة الخير. أنا لازم سريع سريع عشان إيش؟ جالسة تهجم علي، شكلها أنها ظاهر أنها شغالة في العالم الجديد بنت الذين. إي والله أرسلت سفنها في العالم الجديد. لا هذه مين هذه؟ يا رجال شوف شوف شوف، مدفع على طول. إيش هذا الغش؟ بنطاردها في العالم الجديد، ما عليه بنطاردها. عندها كم سفينة؟ 4 سفن. شيب اوف ذا ناين. فلوسي والله بالسالب، لازم اخلص الحرب هذه سريع. اتجاه رياح ضدنا صح؟ اه غلطة كانت اني اهجم هنا، والله انها غلطة. يلا يلا عداسة عداسة. Can I interest you in this recently polished apple? طيب نحتاج سعادة بالله. It can only do them good. ونحتاج فلوس. ايوه يا سلام. رجعنا للموجب بالنصب والاحتيال. باقي دقيقتين عشان توها جديدة الجزيرة، يوم تحتلها يعطونك دقيقتين، ما يمديك تهجم عليه ولا حتى المدافع حقه ما تطلق. بيكم تمركزون بشكل جميل. ايوه ايوه هذه المركز اللي يبيها. ايوه ايوه يا سلام، والله شكل رهيب يا جماعه الخير. ضبطنا العلاقات بيني وبين هذا، بدنا نتحارب انا وياه. شوف اول ما خلص. أول ما خلصت 19 سالب 16 الانفلونس لأني احتليت الجزيرة. يلا العالم الجديد، كلكم العالم الجديد. يلا أنا أتأكد أن ما بقالها ولا شيء في المدينة هذه. يا سلام يا ولد، هذا جيشه كبير بس ما عنده إلا 4 جزر. العالم الجديد سريع، امسحوا لي البيس. دقيقة ودي أشوف نظرة، بس نظرة جميلة هنا. 20 قوتها، الاقتصاد 1،
اقتصادها واحد. تبدين الحرب معي ها؟ تبدين الحرب. هذا شاطح 307. ايه القرصان برضه اقتصاده تعبان، خلنا نعطيه فلوس مسكين. كم تريد؟ 7000. شيل 7000 بيستانس. غريبة ما قال شيء. How could I possibly refuse؟ كيف أرفض الفلوس قصده؟ Ship under attack. هذا بدأ يقو. وين الشيب الأندر أتاك؟ من اللي هاجم علي؟ من؟ وين؟ تبغى تحتل جزيرة ثانية؟ غبي أنا غبي. حاط دفاعات. في سفينة واقفة هنا عشان نخلص. أتوقع أن المشنات الأخيرة خلاص راح نرسلها إلى الإكسبيديشن اللي هي البعثة. أيوة 18 سفينة. أيوة أعرف متى بيوصلون. والله شيء جميل. شوف مجموعة السفن اللي رايحة وأساميها، شيء جميل حلو والله. بين العالم القديم والعالم الجديد في شغلات كثير لسه قدام، بس أنا انشغلت بالعجيز هذه. مثل ما شفتوا الحين، أتوقع لو جبنا الكاميرا من هنا راح يدخلون من هنا العالم القديم أو العالم الجديد. إيه والله شوف يدخلون من هنا، الكاميرا تكون من هنا، بس أنا ما أقدر أروح سيدة أكثر. توقف من هنا تشوف سفنك جاي تدخل من هنا. شوف حتى ما اقدر اضغط عليها اللي هنا، ما اقدر اضغط عليهم. شوف ما اقدر احدد عليهم. هلا بالعيال، هلا بالعيال كلهم وصلوا اتوقع خلاص. الحين هذا بيبثركم يرشب. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. تحضير، هذا تحضير دفتر التحضير. يا جماعة الخير بما انكم جيتوا من هنا كويس، انه قريب من الجزيرة اللي يبغاها. الله يسعدكم. دقيقة وين اللي يحتفلون؟ اي والله العالم الجديد يحتفلون. الله يسعدكم يعطيكم العافية. شوفوا يا جماعة الخير الاحتفالات، شوفوا الاحتفالات في المدينة. انت شوف القائد المحنك اللي يحتفلون بحكمه هنا، وهو من الجهة الثانية من المدينة. شوف هذه المدينة، في هذه المدينة، انا في هذه المدينة شوف، ومن الجهة الثانية من المدينة جالس احارب. طبعا في 3 دقائق هذه سفنها. وين سفني الباقي؟ عزز الخويكم كيف دخلوا مع بعض وتفرقوا كذا؟ اتجاه الرياح والزبنة. ازبنوا يا اخي، ازبنوا 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 ازبنوا. ما خلاص سويت اللي عليكم. هذا وين؟ هذا وين؟ انا ودي افهم. كيس فاير هو بيدفع لي 50,000. يا اخي والله العظيم الله يعطيك العافية والله. يبغى كيس فاير وهو بيعطيني 50,000 لمدة ساعتين. وتحسنت علاقتي معها يوم قبلت. وين السفن هذا اللي قبل شوي تتحرش؟ يا الحبيب وين شاردين؟ تعالوا دافعوا عن مدينتكم. والله شاردين ترى لو هدمت المدينة هذه خلاص انت برا، جيم اوفر. على ايش يعني مخزن السفن؟ هذا زي كونتر سترايك، ذكروني يوم يكون في اخر راوند يروحون يخزنون السلاح للراوند اللي بعده، ما يدري انه اخر راوند خلاص. توها استوعبت. صباح الخير، جيم اوفر، جود باي ماي فريند. حتى ما ودي اقدم الوقت عشان استمتع بهذا اللحظة. ليدي مارجت جود باي. ليدي مارجت همت. You will not spoil the fireworks. Goodbye, my friend. Claim shares ولا influence. طبعا هذه ياخذ بس اسهم المدينة، بس اكيد راح احتلها. شوف لحن صوتها كيف صايره مسكين. يا اخي كل زق انت.
دقيقة وين وين دي ماركت؟ هذا اللي يتحداني. انت بديت الحرب وانا انهيها رغم انها كانت قوتي 40 وهو يمكن 260 مدري 280 كان 3 و5 ضعافي. واو روح نمسح هذا على طول. اللي بعده يا الله شوف الوقف انتوا اقسم بالله انكم ذيابه وربي انكم ذيابه. السفن الكثير هذه لازم نروح نبيعها. طبعا السفينه الواحده تسوى 25,000 لذلك اذا عندي 20 سفينه تجيبني كم 25,250 يعني 500,000 نص مليون. السفن هذا لا لو ابيعهم الحين يجيبوني نص مليون ويدق هنا 1 مليون. ابغى اشوف المليون كذا الاصفار اللي توصل لهنا. فعلى العموم هذه كانت الحرب يا جماعه الخير. العالم الجديد والعالم القديم نظفنا الجو الحين صافي كذا بدونها. وان شاء الله انكم استمتعتوا بالحرب. شكرا لكم على المشاهدة وان شاء الله انكم تكونوا استمتعتوا بهذه السلسلة. ما ادري اذا راح اكمل فيها ولا لا لمانة لاني احس اني الشيء اللي ابغى نفسي ما اقول لكم وصلت 1000 مشترك في اليوتيوب خلاص كذا. انا ليدي مارغنت هذه من اول ما دخلت اللعبة حاشرتني ومنتفتني ومكرهتني في اللعبة. فيوم جلدتها حسيت اني خلاص وصلت للشيء اللي ابغاه. زي يوم وصلت 1000 مشترك في اليوتيوب قلت ما عاد ابغى شيء اكثر لاني كنت تعبان للرقم هذا. وبس اكتبوا لي في الكومنت اي اقتراحات استفسارات دائما مرحب وابدا فيها. ونشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيس تيك كير ليدي مارغنت.